نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مادة تغذية وتسميد النبات المتقدم، المحاضرة السابعة، العناصر الغذائية الضرورية للنبات. أول عنصر اليوم راح نتكلم عليه هو عنصر الكبريت، من العناصر الغذائية الضرورية بالنسبة للنبات. طبعا عنصر الكبريت هو من العناصر الضرورية بالنسبة للنبات. هذا العنصر يدخل في عملية الأحماض الأمينية، تركيب بعض الأحماض الأمينية بالنسبة للنبات، يدخل في تكوين البروتينات، يخزن في البذور، يدخل في عملية التمثيل الضوئي، كذلك يساعد في تثبيت النيتروجين بالنسبة للبقوليات، يعمل كأنزيم منشط وكوأنزيم بالنسبة للنباتات، يحسن بالنسبة لبعض الصفات الخاصة بالنسبة لمحاصيل نباتات العائلة الصليبية. إذا هذا العنصر من العناصر الضرورية بالنبات، مثل ما ذكرنا يدخل في تركيب الأحماض الأمينية، عنصر أساسي في تخليق البروتينات أو تكوين البروتينات، يدخل في احتياطيات البذور، ينشط الأنزيمات والمرافقات الأنزيمية بالنسبة للنبات، له دور في تثبيت النيتروجين التكافلي بالنسبة للبقوليات، يساعد له ضرورة يعني في العديد من الآليات كالكلوروفيل، ودور يلعب دور في عملية التمثيل الضوئي. طبعا الكبريت هو عنصر اساسي لبعض المواد الطياره، وخاصه مسؤول عن الطعم والنكهه لبعض الخضروات مثل البصل، الثوم، وبعض العائله الصليبيه. يمتص على شكل ايون كبريتات اس او 4 ناقص 2. كيف يحصل النبات على الكبريت؟ اي ما هي مصادر الكبريت بالنسبه للنباتات؟ في الطبيعه الكبريت يوجد على خمسه اشكال، اس او 2، اتش 2 اس، واس او 4، واس 2 او 2، والاس. طبعا يوجد الكبريت في الغلاف الجوي على شكل غاز ثاني اكسيد الكبريت اس او 2، وكبريتات الهيدروجين اتش 2 اس او 4. يتم يعني استفاده منها بالنسبه للموجوده في الغلاف الجوي على الهطولات المطريه، وعندنا بعض الهطولات المطريه الامطار الحامضيه فبينزل معها الكبريت. كذلك يوجد في الطبيعة بشكل المخلفات المحاصيل أو المخلفات الحيوانية. هاي الصورة تشرح لنا الدورة، دورة الكبريت، وين موجود الكبريت، كيف دورته انتقاله، سواء موجود بالغلاف الجوي بالأتموسفير ومع الهطولات المطرية، وخاصة في عندنا بعض المناطق يحصل فيها أمطار حامضية فتكون تحتوي على الكبريت. المخلفات العضويه بالنسبه للحيوانات تحتوي على الكبريت، طبعا بتروح على المحلول الارضي، تنحل في المحلول الارضي، بيستفيد منها النبات، على بيستفيد من هذا الكبريت الموجود في المحلول الارضي، بيستفيد منه النبات. طبعا كمان بينطلق الكبريت عن طريق يعني المصانع والمعامل اللي بتنتج غازات. هذا الغاز هو غاز ثاني اكسيد الكبريت، وهي من الغازات طبعا السامة، بتنتقل للغلاف الجوي مثل ما ذكرنا، بتعود من الغلاف الجوي إلى الطبقة الأرضية عن طريق الهطولات المطرية. وبالتالي وكذلك في مصدر ثالث بالنسبة للكبريت، هي عبارة عن الأسمدة المعدنية اللي بتضاف للتربة، اللي بتكون تحتوي على أساسا على عنصر الكبريت، ويستفيد النبات من الكبريت الموجود في المحلول الأرضي لسد احتياجاته من هذا العنصر. إذا مصادر الكبريت إما أن تكون المادة العضوية، أو يكون الهواء الجوي ويسقط إلى الأرض عن طريق ما يسمى بالأمطار الحامضية، أو عن طريق الأسمدة الكيميائية. طبعا الكبريت بشكل أساسي يعني يوجد هو في المادة العضوية بصورة مواد بروتينية، يستطيع النبات استعماله. لكي يستطيع استعماله لابد من تحويل إيونات الكبريتيت أولا. طبعا عملية التحويل تتم عن طريق الكائنات الحية الدقيقة، كذلك يتم مركبات، عندنا كبريتيت الهيدروجين يتأكسد معطيا حامض الكبريتيك ليتفاعل بدوره مع معادن التربة وبالمحلول الأرضي، الشكل عندنا أملاح الكبريتات اللي هي SO4 ناقص 2 أو H2 SO4 حمض الكبريت اللي بيستفيد منه النبات على شكل SO4 ناقص 2. كذلك المصدر الثاني بالنسبة لعنصر الكبريت، طبعا تعتبر مخلفات الدواجن بأنها يعني تحتوي غنية جدا بعنصر الكبريت بالإضافة للنيتروجين، لذلك نحن ذكرنا يا شباب بالنسبة للأسمدة العضوية تعتبر مخلفات الدواجن هي من أهم يعني أنواع الأسمدة العضوية.
بإضافة يعني الاحتواء لعنصر النيتروجين تكلمنا عليه سابقا، تحتوي على تكون غنية بعنصر الكبريت اللي بيحتاجه النبات. الكبريت طبعا مثل ما ذكرنا من خلال الصورة التعبيرية اللي شفناها قبل قليل، هي موجود في الهواء الجوي نتيجة عملية احتراق سواء الفحم أو عن انطلاق من الغازات اللي تنطلق من المصانع، بينطلق للهواء الجوي بيصير عملية أكسدة له إلى SO4 ومن ثم يتحول SO3، بيتفاعل مع الماء وبيسقط عن طريق ما يسمى بالأمطار الحامضية. وطبعا هاي الأمطار لها تأثيرات ضارة، على الرغم أنها تحتوي عنصر الكبريت المفيد في بعض الأحيان، لكن الكثرة من هاي الأمطار الحامضية تكون لها تأثيرات ضارة بالنسبة للبيئة ككل ومنها النباتات. إذا الكبريت، مصادر الكبريت هي عبارة عن أسمدة عضوية أو عن طريق الموجود في الهواء الجوي يسقط عن طريق الأمطار أو عن طريق الأسمدة الكيميائية. طبعا من خلال الأسمدة اللي بتحتوي على الكبريت في عندنا الكبريت الخام، كبريتات الأمونيوم، كبريتات البوتاسيوم والسوبر فوسفات ومحلول الكبريت النيتروجيني. الكبريت طبعا من العناصر اللي يعني بيحدث لها رشح إلى الطبقات السفلية من التربة. إذا الكبريت هو عنصر مهم بالنسبة للنبات مثل بقية العناصر، أهميته يدخل في تركيب الأحماض الأمينية، في تخليق البروتينات بالنسبة للنبات، يخزن في البذور، كذلك يدخل في الأنشطة الإنزيمية والكوأنزيم، يساعد في تثبيت النيتروجين بالنسبة للنباتات البقولية، وهو مهم جدا بالنسبة لنباتات العائلة الصليبية. أعطونا نبات واحد من نباتات العائلة الصليبية يا شباب، إذا متذكرين مثلا الشباب اللي معنا. ملفوف دكتور. الملفوف، إذا الملفوف هو أحد نباتات العائلة الصليبية، واحنا ذكرنا انه الكبريت هو مسؤول عن يعني هاي الطعم مثل البصل والملفوف وكذا، هاي لودية شوي، نعم تمام، هاي المسؤول عنها هو طعم عن الحريف. الحريف، هاي مسؤول عنه هو عبارة عن عنصر الكبريت. شو هي المحاصيل؟ المحاصيل بتختلف عن بعض البعض في احتياجاتها بالنسبة لعنصر الكبريت. وطب لو نقص هذا العنصر بيأثر على هاي المحاصيل ولا لا؟ مثلا في عندنا محصول الكانولا، سمعانين بالكانولا يا شباب؟ شو هو محصول الكانولا وشو بيستخدم هذا المحصول؟ لا اسمعنا فيه. الكانولا هو المحصول زيتي يستخرج منه الزيت، من المحاصيل الرئيسية في إنتاج الزيت على مستوى العالم الكانولا. هذا المحصول بيحتاج الكبريت بكمية جيدة يعني كمية كبيرة، وبالتالي في تجربة أثبتت أنه حصل انخفاض في مستوى الإنتاجية من 20 إلى 40%، تراوح الانخفاض بس نتيجة انخفاض عنصر الكبريت بالنسبة لهذا النبات، نبات الكانولا. كذلك يعتبر عنصر الكبريت هو عنصر مهم بالنسبة لمحاصيل العلف، الفصة، البرسيم، الخردل، الملفوف، البصل، الثوم. كذلك نقصه يعتبر مهم، يعني بيأثر على انخفاض عدد السنيبلات وانخفاض الخصوبة بالنسبة لمحاصيل الحبوب كالقمح والشعير. هاي صورة تعبيرية بتأكد انه شو هي الكميات اللي بيحتاجها هاي بعض المحاصيل، محاصيل سواء محاصيل حبوب او المحاصيل علفية. مثلا بنشوف الصورة الموجودة على اليمين، في عندنا الذرة، في عندنا البطاطا، في عندنا الحبوب ككل، وفي عندنا الشوندر. هاي بتحتاج الهكتار بيحتاج من 50 ل 100 كيلو جرام بالنسبة للاس او 3 الكمية اللي بيحتاجها. اما بالنسبة لمحاصيل مثل البصل، الملفوف، هاي الكانولا اللي حكيت لكم كمحصول زيتي، في عنا الثوم، في عنا البرسيم، في عنا الفصة او البرسيم الحجازي، هاي بتحتاج من 100 ل 200 كيلو جرام بالنسبة للاس او 3 على الهكتار خلال يعني فترة النمو او خلال موسم النمو او خلال سنة من النمو. اذا يعتبر عنصر الكبريت من العناصر المهمة، وبتأثر نقص هذا العنصر يؤدي الى نقص الإنتاجية بالنسبة للمحاصيل أساسا. الفقرة اللي بعدها راح نتكلم على شو هي أعراض نقص الكبريت. في عندكم فكرة يا شباب من خلال تجاربكم الحقلية، من خلال عملكم الحقلي، شو هي الأعراض اللي ممكن نحن بنشوفها وإذا شفنا هذا العرض بنقول عنه نقص كبريت عملي؟ شحوب غالبا دكتور، شحوب او صفار. تماما. إذا طب الكبريت أعراض نقصه راح تظهر على الأوراق الحديثة ولا القديمة يا شباب؟ نحن خلونا لا طبعا طبعا، حديث هو متحرك. إذا هو من العناصر المتحركة، لذلك أعراض نقصه تظهر على الأوراق الحديثة وليست على الأوراق القديمة.
عفوا هو عنصر غير متحرك، لذلك تظهر أو اعراض نقصه على الاوراق الحديثه وليست على الاوراق القديمه يا شباب. تمام. متحرك لازم يكون لا هو الاعراض نقص الكبريت سريع بحركة. تماما، اعراض نقص الكبريت هو من العناصر اللي تظهر اعراض نقصه على الاوراق الحديثه. تمام. يلا لا ايه ال ال آه تمام، ممكن 100% يكون في تمام. تقدم، يعني تقدم النبات من تفضل اعراض النقص دكتور، تفضل. انه ما يكون من اعراض النقص يكون في تقزم للنبات، نبات يصبح متقزم. هل التقزم، نحن مشكلة التقزم ممكن نلاحظها بالآزوت، نلاحظها بأكثر من عنصر، بس نحن بدنا الأعراض المظهرية على الأوراق. يعني أنا يعني مثلا خلينا نقول مثلا كان عندي بعض العناصر احنا أخذناها، مثلا أخذنا الفوسفور، لو أنا شفت اللون الأرجواني بعرف أنه هون في نقص عنصر الفوسفور، لو أنا شفت الاصفرار على الأوراق السفلية بعرف أنه هون أزود في عندي آزوت. تمام. لو شفت اصفرار لكن على الحواف مثلا بشوف في عندي بوتاسيوم، طبعا على الاوراق السفليه بتكلم. يعني انا لما نعم بدي اميز، يعني هل كمان في انا عامل عرض بالنسبه للصور للعناصر اللي اخذناها من الاول الى هاي اللحظه، وراح اكمل على هذا الموضوع بقيه العناصر. يعني انا بدي لما بجي على نبات وفيه نقص، يعني بشك انه فيه نقص عناصر، وانا بنظر للأوراق، هي أوراق سفلية ولا أوراق وسطى ولا أوراق الحديثة الموجودة بالأعلى تماما. إذا الأوراق السفلية، إذا أبدأ بالآزوت والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم وأنا ببدأ. هاي بالنسبة للأوراق السفلية تماما، الأوراق القديمة. الأوراق الوسطى، لو في عندي أوراق وسطى، في عندي مثلا كبريت، يبدأ بالأوراق الوسطى وليست الحديثة تماما، يعني لها السفلية ولها العلوية تماما. الكبريت منها النحاس، عندي المولبيدنيوم، عندي المغنيسيوم. الاوراق الحديثه تماما، في عندي مثلا الزنك، الحديد، الكالسيوم، البورون، في عندي ممكن المنغنيز. هاي الاعراض انا لو شفت وضع الورقه باي مكان هذا النقص، بستطيع احدد من حيث المبدا اي هو من العناصر راح يكون هذا العنصر اللي بيعاني منه نقص هذا النبات. فالكبريت هو من العناصر، ليست من العناصر الاعراض نقصه تظهر على الاوراق الحديثه ولا على الاوراق القديمه، في الاوراق في المنطقه الوسطى من الفرع النباتي، او المنطقه الوسطى من الاوراق بالنسبه للنبات. فهو يعني تظهر اعراض نقصه على الاوراق اللي تكون في المنطقه الوسطى. طبعا الاوراق الحديثه، ما المقصود الاوراق الحديثه؟ الصغيره جدا هي الاوراق مثل ما ذكرنا الوسطى، ليست الاوراق القديمه ولا الحديثه مباشره. اعراض نقصه تكون على شكل اصفرار، هذا الاصفرار بيكون واضح يعني ما بين العروق. يعني على عكس مثلا في عندنا بيذكر لنا اعراض نقص المغنيسيوم واعراض نقص المنغنيز واعراض نقص الحديد اللي راح نشوفها بقيه العناصر اللي ما اخذناها. اخذنا مثلا على المغنيسيوم انه اعراض يعني الاصابه بتظهر على الاوراق على شكل مثلا تبقعات صفراء مبرقشه، هون لا بيقولنا انه الاصابه بتظهر على شكل اصفرار ما بين ايش؟ العروق. هلا راح نشوف الصوره التوضيحيه اللي بتاكد لنا اعراض الاصابه. هلا لو نشوف يا شباب هاي الصوره، مثلا هون في عندنا صوره القمح، صوره القمح او الشعير، هاي الصوره القمح موجود عندنا هون، يعني اعراض الاصابه على شكل اصفرار. مثل ما ذكرنا هي ليست الاوراق القديمه وليست الصغيره جدا، يعني هي في الاوراق اللي تصاب بالنسبه للاوراق الموجوده في المنطقه الوسطى. هون في عندنا هاي بالنسبه للتجربه، بالنسبه للبندوره هاي موجوده اعراض الاصابه الأم واضح الاصفرار. نشوف الاوراق السفليه، في فرق بالاصفرار عنها بالنسبه للاوراق الموجوده بالمنطقه الوسط او المنطقه العلويه. فهاي هذا الاصفرار هو عبارة عن نتيجة نقص عنصر الكبريت بالنسبة للتربة. طب شو هي العوامل اللي بتأثر على توفر عنصر الكبريت؟ طبعا درجة البي اتش هي من أكثر العناصر اللي تأثيرا، من العوامل اللي تؤثر. يعني في حال يزيد البي اتش عن 6 بيصير موفر عنصر الكبريت، يقل نسبيا إذا كانت درجة البي اتش بين 5 و6، ويصبح النقص شديدا إذا كانت أقل من 5. إذا في الأراضي الحامضية أكيد أي نبات يزرع في الأراضي الحامضية يعاني من نقص عنصر الكبريت. يعني أعراض النقص أكثر شيء ممكن نحن بنشوفها
بالنسبة لي في حالة الطقس البارد، في حالة عندنا وفرة في المياه، يعني الأرض تكون قدقة بالمياه، فنحن هون بنشوف أعراض نقص الكبريت. كذلك ممكن نشوف أعراض نقص الكبريت في التراب الحامضية، مثل ما ذكرنا بالبي اتش بيكون يعني بي اتش أقل من 5 و5 ونص، فهون تظهر عندنا أعراض نقص الكبريت بكثرة. كذلك ممكن نشوف أعراض نقص الكبريت في التراب اللي عندها رشح عالي، مثل التراب الرملية والتراب الطينية السطحية. هاي بالنسبة لعنصر الكبريت. إذا عنصر الكبريت هو من العناصر المهمة بالنسبة للنبات، بيدخل بتفاعلات أحماض، بتكوين أحماض أمينية، في تخليق البروتينات، بنشط الأنزيمات والمرافقات الأنزيمية، بيساعد على تثبيت النيتروجين، بيحصل عليه النبات إما من مصادر طبيعية أو بيحصل عليه من الأسمدة اللي تضاف للتربة أو مخلفات المحاصيل والمخلفات الحيوانية. بالنسبة لأهم أعراض نقص للكبريت، هي عبارة عن تظهر على الأوراق الحديثة اصفرارات، يعني تشبه الأعراض النقص على الآزوت تقريبا، لكن الآزوت تظهر على الأوراق السفلية تماما أو القديمة، أما الكبريت فتظهر على الأوراق الموجودة في منطقة الوسط إلى العلوية. فهذا الاصفرار يدل على نقص عنصر الكبريت بالنسبة للنبات أو في بيئة نمو النبات. بالنسبة هاي في صور توضيحية ذكرناها على اصفرار، يعني بتظهر الاصفرار ليس على الأوراق السفلية، على الأوراق الوسطى والعلوية، فهذا الاصفرار ما بين العروق يدل على نقص عنصر الكبريت. بالنسبة للكبريت كنا ذكرنا أنه درجة البي اس بتأثر عليه، فالأراضي الحامضية غالبا بتعاني من نقص عنصر كبريت، حتى لو كان عنصر كبريت متوفر بالنسبة لهذه التربة، لكنه يتمص على قرويات التربة ولا يستطيع النبات الاستفادة منها. هذا بالنسبة للعنصر الأول اللي درسناه اليوم. العنصر الثاني من العناصر الغذائية المهمة هو عنصر الحديد. طبعا عنصر الحديد هو من العناصر الأساسية لتكوين جزيء الكلوروفول، وبالتالي يعني يلعب دور مهم بعملية التمثيل الضوئي أو تمثيل الكلوروفيل. الحديد يعني له دور بالإنزيمات اللازمة لعملية التنفس، كمان بيمتص الحديد على شكل حديديك Fe+3، والنبات بيستفيد منه لما بيكون على صورة الحديدوز اللي هو Fe+2. من أعراض نقص الحديد، نحن لو شفنا الصورة مباشرة، هاي الصورة يا شباب أعراض نقص الحديد. طبعا الحديد الإصابة عفوا أعراض النقص بتظهر على الأوراق الحديثة، تظهر على الأوراق الحديثة، تظهر الإصابة على شكل يعني وجود لون يعني اصفرار ما بين العروق. لو هون واضحة عندنا الصورة، واضحة أعتقد الصورة صح ولا لا يا شباب؟ هاي الصورة مثلا، هاي واضح هنا. على الذراع اصفرار ما بين العروق، هذا الاصفرار ما بين العروق وخاصة على الأوراق الحديثة. لو شفنا الصورة العلوية بالنسبة للذرة، هاي الموجودة على الجهة اليسرى حتى على اليمين، لو نشوف الأوراق السفلية يا شباب، لو نشوف الأوراق السفلية، الأوراق السفلية لونها أخضر، يعني واضح الخضار فيها، على العكس من الأوراق الحديثة الموجودة بالأعلى. الأوراق الحديثة بالأعلى يعني اصفرار مع شحوب، يعني تمام، وهذا الاصفرار يعني ما بين موجود ما بين العروق، فيعني هذا الاصفرار بيدل على نقص عنصر الحديد، او انه بيعاني يعني النبات في بيئه زراعته بيعاني من نقص عنصر الحديد. اذا بنقرا الاصابات تبعيته، بنشوف انه هو من قدرته على التحرك يعني داخل النبات بتكون ضعيفه، لذلك يعني اعراض نقصه بتظهر على الاوراق الحديثه، الاوراق القديمه او المسنه تبقى باللون الاخضر. طبعا اعراض النقص هي اصفرار ما بين العروق، بتصبح الورقة تقريبا كلها لون أصفر مثل ما شفناها بالصورة من قبل قليل، يعني نتيجة الإصابات الشديدة يعني تتحول للون الأبيض تقريبا. يعني بيأثر طبعا التراكيز الطبيعية للحديد بالنسبة لأنسجة الورقة، اللي احنا لو اجينا وحللنا الأوراق وعرفنا ان احنا هاي النبات بيعاني من نقص أساسا عنصر الحديد ولا ما بيعاني، لازم يعني بيكون نسبة الحديد الموجودة هي 100 جزء بالمليون على أساس الوزن الجاف بالنسبة للنبات.
هي بالنسبة لأعراض نقص الحديد، اللون الأصفر. بالنسبة للأوراق الأوراق الحديثة النمو بيتحول هذا اللون إلى اللون يعني الشاحب أو اللون الأبيض، مع يعني شدة الإصابة أو نقص عنصر الحديد في بيئة نمو النبات، وخاصة إذا ما تم إضافته يعني للنبات وداركنا أنه هاي النبات بيعاني من نقص عنصر الحديد. هاي هون كمان في عنا هاي الصورة، كمان واضحة هاي الصورة على البندورة، هون واضحة كمان الإصابة بعنصر الحديد. في عنا كمان في صورة ثانية، هاي كمان هون هاي الصورة مي واضحة زيادة. طب شو هي درجة البي اتش؟ شو بتأثر درجة البي اتش على عنصر توفر عنصر الحديد بالنسبة للتربة؟ طبعا يتوفر الحديد قلت درجة البي اتش عن 6، كلما ارتفعت درجة البي اتش كلما قل توفر عنصر الحديد بالنسبة للنبات، أو يكون يعني متاحا بدرجة أقل بالنسبة للنبات. بنلاحظ هون في عنا صار عندنا عكس تماما ما بين الكبريت والحديد. الكبريت الأراضي الحامضية يثبت فيها، العكس بالنسبة للحديد لا، هو في الأراضي الحامضية يكون متوفر بالنسبة للنبات. يزداد الحديد في الأراضي الحامضية، لكن مع زيادة تركيز الحديد يعني مثل أي عنصر كلما زادت نسبته عن الحد المطلوب بالنسبة للنبات يعني يتحول إلى تأثير سام مع الأسف يعني. لذلك درجة البي اتش المفضلة بالنسبة لهذا العنصر تتراوح ما بين 5.5 و 6.2. طبعا لابد من الذكر انه التسميد بكميات من الفوسفات الذائب يؤدي الى تحويل الحديد الذائب الى صوره غير قابله للذوبان، يعني بيتحول الى معقدات التربه ويضمص على حبيبات التربه، وبالتالي لا يستطيع النبات الاستفاده منه. طبعا هي بتنتشر اكثر شيء موجوده بالاراضي الرمليه، هي الظاهره لما الاراضي الرمليه نضيف لها فوسفات فالحديد الموجود بيتحول من الصوره الذائبه إلى الصورة غير الذائبة اللي ما بيستطيع يستفيد منها النبات. طبعا أعراض الحديد بتظهر عند زيادة كذلك عنصري التسميد بعنصري النحاس والمنغنيز. فهون يا شباب لازم يصير في عنا دائما توازن ما بين العناصر الغذائية، زيادة عنصر ممكن يعني العنصر الثالث أو العنصر الثاني حتى لو كان متوفر في بيئة النمو، لكن مع الأسف زيادة عنصر أثر عليه بشكل سلبي ولا يستطيع النبات الاستفادة من هذا العنصر. وحاليا في عندنا مثلا زياده النحاس المنغنيز بيأثر سلبا على عنصر الحديد واللي ما راح يقدر يستطيع يستفيد منه النبات. طبعا يعني عنصر الحديد بيرتبط بي يعني يرتبط نقص عنصر الحديد بانخفاض محتوى اساسا بالماده العضويه، الماده العضويه بتحتوي يعني نسبه منخفضه من عنصر الحديد. كذلك عمليه التسويه بتأثر على يعني تكون سبب من اسباب نقص عنصر الحديد بالنسبة لبيئة النمو. كذلك في المواسم الباردة والتراب الرطبة يعني بتأثر على نقص عنصر الحديد، تكون سبب من أسباب نقص عنصر الحديد. طبعا الإضافة بالنسبة لهذه العناصر الغذائية الصغرى دائما الإضافة تكون عن طريق التسميد الورقي أو الرش بالأسمدة الورقية من أجل تلافي نقص هذا العنصر حتى لا يؤثر على الإنتاجية. كيف نحن ممكن نعالج نقص عنصر الحديد؟ بإضافة كبريتات الحديدوز أو الحديد المخلبي. بالنسبة لهي المركبات ممكن نحن لو أضفناها رشيناها على النبات اللي بيعاني من نقص عنصر الحديد من يتجاوز هذا النقص، وبيستطيع النبات يعود لحياته الطبيعية وبيكمل دورة حياته بشكل طبيعي دون أن يؤثر على إنتاجيته. طبعا يعني تعاني النباتات الموجوده بالاراضي الجيريه الغنيه بكربونات الكالسيوم من نقص عنصر الحديد ونقص عناصر مثل المنغنيز والزنك، بسبب هاي العناصر على الرغم منها موجوده في التربه الا انها تكون مدمصه على حبيبات التربه ولا يستطيع النبات الاستفاده منها. لذلك ذكرنا التوازن ما بين عناصر غذائيه مهم جدا بالنسبه للنبات، فضلا على أن الكمية المدمصة من هذه العناصر بتكون أقل قدرة على الحركة وانتقالها للأجزاء العلوية من النبات يكون بطيء. إذا عنصر الحديد من العناصر المهمة بالنسبة للنبات، نستطيع تجاوز نقص عنصر الحديد بإضافة كبريتات الحديدوز أو الحديد المخلبي للنباتات اللي بتعاني من نقص عنصر الحديد. طبعا الأراضي الغنية بالأراضي الجيرية أو الغنية بكربونات الكالسيوم تعاني النباتات الموجودة في بيئة الزراعة من نقص عنصر الحديد.
بالنسبة لي إن احنا تكلمنا على عنصرين، تكلمنا عن الكبريت وتكلمنا عن الحديد، هلا راح نتكلم عن عنصر النحاس. طبعا عنصر النحاس من العناصر المهمة بالنسبة للنبات، بيدخل في بعض الأنزيمات اللي لها دور مهم بعملية الأكسدة والاختزال، بتركيب أنزيمة بعض الأنزيمات، بيعتبر عنصر ضروري بالنسبة للكلوروفيل، ويعني عنصر يمتص على صورة إيونية اللي هي SO2 SO زائد 2. طبعا في له تكافؤين، وتكافؤ أحادي وتكافؤ ثنائي. دورة حياة بالنسبة لعنصر النحاس، كيف بيتوفر هذا العنصر بالنسبة للنبات، أو شو هي مصادره؟ له أكثر من مصدر، إما حسب الصورة، هاي الصورة تعبيرية، إما بيكون عن طريق المعامل، يعني الغازات الموجودة تطرحها المعامل، هاي الغازات أو المصانع فيها بتحتوي على النحاس، أو عن طريق النفايات تبع المصانع أساسا، أو عن طريق الفحم. يعني كمان ممكن عن طريق المخلفات، يعني الصرف الصحي بيكون بيحتوي على النحاس، العمليات الزراعية كمان، شو اسمه هاي الجرارات، العادم، الغازات اللي بتطرحها الجرارات، يعني الآلات الزراعية والسيارات بشكل عام تحتوي على هذا العنصر، عنصر النحاس. هاي بالنسبة للمصادر. طبعا العناصر، عنصر النحاس اللي بيستفيد منه النبات، بيكون اللي يكون موجود في المحلول الأرضي ويكون متاح بالنسبة للنبات، هاي العنصر اللي بيمتصه النبات وبيستفيد منه. شو هي أعراض نقص عنصر النحاس؟ أعراض النقص يعني تكون يعني الحالات الطبيعية، في عندنا نقص، يعني النقص الخفيف أو المعتدل، يعني بيأثر على الإنتاجية بشكل عام. بما أنه عنصر النحاس ليس من العناصر المتحركة، لكنه يعني تظهر أعراض نقصه في المنطقة الوسطية ما بين الأوراق القديمة والأوراق الحديثة أو الصغيرة جدا. إذا هو في المنطقة الوسطى، لكنه هو عنصر غير متحرك، تظهر أعراض نقصه على الأوراق الحديثة على شكل اصفرار، بيأثر على الإنتاجية، بيؤدي إلى انخفاض في تكوين الثمار. من أحد أعراضه أنه حواف الأوراق بتكون يعني فيها التفاف أو ذبول أو تجعد، يعني حواف الأوراق، الأوراق بتصبح ذات لون أخضر باهت، وحجم الورقة بيكون يعني أصغر من الحجم الطبيعي اللي لازم تكون عليه. بالنسبة للذرة الصفراء، يعني أعراض النقص بتكون للأوراق الحديثة مثل ما ذكرنا، بتكون اصفرار، المراحل المتقدمة بيصير يتحول لونها للون بني، بيقول لك بتشبه نقص البوتاسيوم، مثل ما ذكرنا أن البوتاسيوم حواف الأوراق، ومع تقدم الإصابة بتصبح يعني جفاف على حافة الورقة أو تتحول إلى اللون البني. طبعا بيأثر نقص عنصر النحاس على محاصيل الحبوب، بيسبب تعفن للجذور. وبالنسبة للقمح والشعير اللي يعاني، الحقل اللي بيعاني من نقص عنصر النحاس، بنلاحظ انحناء للساق عند مرحلة النضج، حتى أنه السنابل بتكون فارقة، أو تكون السنابل يعني الحبوب فيها تكون يعني ذابلة وليست حبوب ممتلئة، والسبب هو نقص عنصر النحاس أثناء فترة نمو النبات. طبعا من أكثر المحاصيل الحساسية بالنسبة لنقص عنصر النحاس، في عندنا الشوندر، الجزر، الخس، السبانخ، تكون حساسة جدا لنقص عنصر النحاس. بنفس الوقت زيادة العنصر تؤثر على الإنتاجية، تؤدي إلى انخفاض امتصاص الماء والمغذيات في وسط الجذور، الجذور تصبح ذات لون داكن، ويعني بصفرها مرحلة تعفن، بيزداد نشاط مضادات الأكسدة، وبينخفض في صفات النمو والتطور بالنسبة للنبات. هلا بهي الصورة راح نشوفها، هاي الصور صور تعبيرية، هاي بتشرح لنا هاي الصورة بتشرح لنا شو هي على الجهة اليمنى أعراض النقص، وعلى الجهة اليسرى هي أعراض الزيادة. مثل ما ذكرنا الاصفرار بالنسبة للأوراق من الأعلى، بينخفض بالإنتاجية، بيأثر عنا على يعني على الأوراق، الأوراق بتصير صغيرة الحجم، وهون بالأسفل انخفاض في يعني قلة في حجم الأوراق أو صقر في حجم الأوراق. على الجانب الآخر الزيادة، بتأثر الزيادة على صفات النمو بالنسبة للنبات، وبتأثر كذلك على الجذور، حتى الجذور تصبح لونها
يعني لون عفني او تتعفن الجذور او يصبح لونها داكن. هاي بالنسبه لي لو شفنا هاي الصفات على اي نبات عندنا او شتله فهي يعاني من نقص عنصر النحاس سواء بالزياده او بالنقصان. هاي في عندنا صور موجوده بنشوف تاثير نقص عنصر النحاس على محاصيل الحبوب، بنشوف على السنابل كيف مأثر على السنابل، كيف شكل السنبله، يعني شكل السنبله ليس بالشكل الطبيعي، فهي يعني اذا كانت بهذا الشكل تقريبا فهي السنبله تعاني من نقص عنصر النحاس. الورقه نفس الشيء بالنسبه لهي، يعني واضح الاصفرار، واضح يعني حوافه الورقه لو الصوره واضحه شوي انه فيها التفاف او تجعد. اللون ما لون الاخضر الكامل، فيه يعني الورقه ليست صفراء تماما ولا خضراء تماما، يعني فيها لون اخضر باهت، فهي اعراض نقص عنصر النحاس. كمان في عندنا هاي الصوره، كمان في عندنا هاي الصوره، هاي هون يعني الصوره مو واضحه بشكل جيد لكن واضح الاصفرار الباهت على الصوره الموجوده على اليسار، الاصفرار الباهت مع التفاف بالنسبه للاوراق. هاي بالنسبة للأوراق الحديثة واضحة، هذا عبارة عن نقص بالنسبة لعنصر النحاس. طب زيادة عنصر النحاس، طبعا مثل ما ذكرنا من خلال الرسم إنه زيادة عنصر النحاس يؤدي إلى تراكم يعني العنصر، وخاصة يؤثر سلبا على امتصاص العناصر الثانية إذا كان عندنا زيادة بعنصر النحاس. وهي تجربة تم إجراءها على البندورة. انخفاض تركيز الكالسيوم يؤثر على انخفاض تركيز الكالسيوم والحديد، يعني بيأثر عليه. كمان انخفاضه بالنسبة للجذور بيأثر على الحديد والزنك، مما يدل على تأثير زيادة النحاس سلبا على كل من امتصاص وانتقال تلك العناصر، بيأثر على امتصاص الحديد والزنك. زيادة تركيز عنصر النحاس في زيادة ايش؟ الأنشطة الإنزيمية كنشاط دفاعي، إلا أن زيادة طبعا تركيز العنصر النحاس مثل أي عنصر آخر لما تكون في زيادة أكثر من المطلوبة يكون له تأثير سام بالنسبة للنبات. درجة البي اتش بتأثر على توفر عنصر النحاس ولا لا؟ بتأثر درجة البي اتش مثل بقية العناصر. طبعا بتوفر إذا كان درجة البي اتش أقل من 7، كلما زادت درجة البي اتش كلما زاد يعني انخفاض أو يصبح هذا العنصر غير متيسر بالنسبة للنبات. عند 7 وأعلى بيصبح هذا العنصر بيعاني النبات من نقص شديد لهذا العنصر حتى لو كان العنصر متوفر بالنسبة للتربة. أعراض نقص العنصر طبعا عم يذكرون لنا أنه الأراضي اللي تكون قنية بالمادة العضوية تعاني من نقص عنصر النحاس. يعني الفكرة في ذلك أن يعني بيتحول هذا العنصر إلى عنصر غير قابل للذوبان، وبالتالي لا يستطيع النبات الاستفادة منه. أعراض نقص العنصر لما بتقل درجة البي اتش عن 5.5 في الأراضي الحامضية بتظهر أعراض نقص عنصر النحاس. كذلك لو أجرينا عملية تحليل بالنسبة لتركيزه بالأراضي بيتراوح من 0.01 جزء بالمليون بالنسبة للمحلول الأرضي، وذكرنا أنه بيمتص عنصر النحاس على شكل ثنائي أو على شكل إيون ثنائي أو على شكل إيون أحادي. إذا أعراض نقص عنصر النحاس هي بتظهر على الأوراق الحديثة، بتظهر على شكل اصفرار باهت، تجعد حواف الورقة، واللون بيكون لون أخضر باهت أو يعني اصفرار ولون أخضر باهت. هذا بالنسبة لنقص عنصر النحاس. كمان طب نحن في عندنا مشكلة أحيانا بيصير عندنا ما بين عنصر النحاس وبقية العناصر، زيادة تركيزات مثل عنصر الزنك، الفوسفور، الألمنيوم، الحديد في التربة تؤدي إلى تثبيط امتصاص عنصر النحاس بواسطة الجذور، وبيعاني النبات من نقص عنصر النحاس على الرغم من متوفر أنه هذا العنصر في بيئة الزراعة، إلا أن زيادة تركيز بقية العناصر بيأثر سلبا على يعني أنه بيجعل هذا العنصر متاح بالنسبة لهذا النبات. طبعا بيأثر عنصر النحاس لما بيزداد مخاطر نقص النحاس على ارتفاع معدلات استخدام النيتروجين، بتأثر على توفر عنصر النحاس بالنسبة للنبات أو توفر عنصر النحاس في بيئة النمو. كيف نحن ممكن نعالج نقص هذا العنصر؟ بإضافة كبريتات النحاس أو أكسيد النحاس. طبعا يعني عم يذكر لنا أنه ما بيستعمل رش لضعف مقدرته على الذوبان، وبالتالي يضاف لي
التربة بالقالب هذا العنصر، إلا في حالة عملية التسميد، في حالة مركبات يعني عناصر سماديه مركبه بتحتوي تكون على هذا العنصر. هاي بالنسبه لعنصر النحاس. اذا نحن تكلمنا على 3 عناصر، تكلمنا عن الكبريت، تكلمنا عن الحديد، وتكلمنا عن النحاس. العنصر الرابع اللي راح نتكلم عليه اليوم هو عباره عن عنصر الزنك. طبعا عنصر الزنك كمان من العناصر الضروريه بالنسبه للنبات، بيدخل في تكوين الحمض الاميني الانيدو الاسيتيك اسيد او حمض الخليك. كمان بيدخل في تركيب بعض البروتينات المهمة بالنسبة للنبات. له دور في تكوين جزء من الكلوروفيل، بيمتص على شكل ايون عنصر الزنك الثنائي. هذا بالنسبة لعنصر الزنك وأهمية دور عنصر الزنك بالنسبة للنبات. أعراض نقصه، تظهر أعراض نقصه كذلك على الأوراق الحديثة، لذا لأنه هو ليس من العناصر المتحركة. يؤدي نقصه إلى ظهور تبرقش واصفرار ما بين العروق في الورقة، تظل العروق خضراء والأوراق الصغيرة تصبح ضيقة ومبرقشة. هاي بالنسبة لأعراض نقص عنصر الزنك. السلاميات بتصير عنا قصيرة، طبعا النبات بيكون متقزم. وهذا ليش سبب تقزم النبات؟ إنه لما أثر عنصر الزنك على منظمات النمو اللي هو عبارة عن الأوكسين، وهذا الأوكسين بيكون سبب ل يعني زيادة استطالة نمو النبات أو طول النبات. فلما في عندنا نقص في عنصر الزنك أثر على نقص في منظمات النمو عنصر الأوكسين بالنسبة للأوكسين، وبالتالي النبات أصبح عندنا متقزم. أعراض نقصه مثلا بالنسبة للذرة، بنشوف على شكل شريط ابيض هون على جانبي، هاي الشريط الابيض، هاي العرق في عندنا هون العرق الوسطي، هذا هو العرق الوسطي، بنشوف فيه لون ابيض تقريبا على الاوراق الحديثه. فلو نحن شفنا هذا العرض هو عباره عن نقص عنصر الزنك. اعتقد هاي هذا العرض واضح يا شباب، صح بالنسبه للصوره عنصر الزنك؟ واضح دكتور، واضح. نعم دكتور، يعني هاي واضح دكتور. حاليا عنصر الزنك يا شباب، او من بين العناصر اللي اخذناها، شو اكثر العناصر انتشارا يعني بيعاني منه النباتات نقصا؟ شو هي العناصر الغذائيه متوفره حاليا اللي حديد، بتشوفوها؟ حديد حديد، فوسفور ايضا كثير عم تصير اعراض. حديد، فوسفور. شو ممكن بقيه العناصر لو حدا من الشباب شافها يعني بالحقل عنده او بالمشروع اللي هو مشرف عليه او بالارض؟ الكالسيوم كمان، الكالسيوم كمان. يعني هي العناصر، نحن هلا راح نشوف الفرق بين العناصر فعلا هاي اللي عم تذكروها انتم متوفره بالحقل، او اعراض النقص بتشوفوها بالحقل كثير، راح نشوف نحن بنستطيع نميزها من خلال الصور. هاي الأعراض لو شفنا هاي الصورة بنعرف إنه هذا عبارة عن عرض نقص عنصر معين، نحن نتلافى هذا العرض بإضافة هذا العنصر مباشرة للنبات، سواء رش ورقي، أسمدة ورقية طبعا هي الأفضل، ولا بيضاف للتربة. راح نشوف إذا هذا عنصر الزنك الأعراض نقصه واضحة جدا على الأوراق الحديثة، وتكون على يعني شحوب أو لون يعني أصفر مبيض بالنسبة للورقة الحديثة. فهذا يعاني من يعني النبات بيعاني من نقص عنصر الزنك. يعني النباتات اللي مثل ذكرنا مشكلة عنصر الزنك لما بينقص في بيئة النمو النبات بيكون تقزم، وذكرنا شو سبب التقزم، انه بيأثر على منظم النمو الأوكسين اللي هو مسؤول عن استطالة النبات، ويعني مسؤول عن زيادة في طول النبات وحجم النبات. لذلك يعني في حالة نقص هذا منظم النمو هذا فالنبات بيعاني من التقزم. يعني كمان هون بيذكر لنا انه احد الاعراض هون في تجعد، لو لاحظ الصوره الموجوده على اليسار انه الورقه الموجوده الاوراق الحديثه فيها شحوب، يعني شحوب على اصفرار يعني لون ابيض شحوب مع تجعد، فهذا كمان اوراق حديثه فهي تعاني من نقص عنصر الزنك. بنشوف هون في عنا يعني بيذكر لنا انه بعض النباتات اللي ممكن نحن بنشوف عليها هذا العرض
تعاني من نقص عنصر الزنك مثل الشوندر، يكون يظهر لون اصفر ما بين العروق وحواف الورقه، يعني بيصير فيها احتراق. كذلك يعني الفاصوليا تستجيب بالنسبه لهذا العنصر، البطاطا، البصل. يعني لو نحن اجرينا عمليه تحليل بالنسبه لهذا العنصر بالنسبه للنبات، فاذا كان تركيزه 20 جزء بالمليون فالنبات تمام ما بيعاني من نقص عنصر الزنك، لكن اذا كانت النسبه اقل من 20 جزء بالمليون فهو يعاني من نقص عنصر الزنك، فلذلك لابد من اضافته للتربه او بيئه نمو النبات. هلا هون في ثلاث مجموعات، هو مقسم لنا اياها ثلاث مجموعات. المجموعات الثلاث يعني بيذكر لنا شو اهميه هذا العنصر بالنسبه لي او كفاءته بالنسبه لهي النباتات. يعني بنشوف المجموعه الاولى من اليمين بيعطينا البرسيم، الجزر، بيعطينا البازيلا، بيعطينا دوار الشمس. هاي بتكون يعني بيأثر عليها بكفاءة جيدة عنصر الزنك، يعني هي مهم بالنسبة لها والزنك بيستخدمها بشكل جيد. هاي النباتات بتستخدم عنصر الزنك بشكل جيد وبتستفيد منه بشكل جيد. بالنسبة في نباتات تكون وسط، يعني استفادتها من عنصر الزنك بيكون وسط، يعني إذا كان متوفر في البيئة، مثل عندنا الشعير، الكانولا، البطاطا، السورغوم، في عندنا الشوندر السكري، البندورة، القمح. أما المجموعة الثالثة الموجودة باليسار تماما، مثلا في عندنا التفاح، في عندنا البقوليات، الفول، في عندنا الذرة، في عندنا القطن، هاي في عندنا الرز، في عندنا الفول الصويا. هاي النباتات يعني تكون استفادتها حتى اذا كان متوفر عنصر الزنك موجود في بيئة النمو، فهي استفادتها من هذا العنصر بيكون اقل شيء. اذا النباتات الاعلى استفادة من عنصر الزنك، وعنصر الزنك بيعتبر عنصر مهم بالنسبة لها اللي ذكرناها الموجودة بالمجموعة الاولى اللي هي عبارة عن البرسيم، الجزر، البازيلا، وذرة عباد الشمس او دوار الشمس. المجموعة الوسطى اللي هي أقل احتياجا بالنسبة للزنك، والمجموعة الأخيرة اللي هي حتى لو توفر عنصر الزنك في بيئة الزراعة يكون الاستفادة منه تكون أقل. هلا تيسير، شو هي ايمتى بيكون متوفر معنا عنصر الزنك؟ هلا يعني من المشاكل اللي بتأثر على عنصر الزنك هي يعني إنه درجة البي اتش، درجة البي اتش إذا كان درجة البي اتش أعلى من 7، تمام؟ إذا كان درجة البي اتش أعلى من 7 فهي بتأثر على عنصر الزنك. كذلك الأراضي الرملية بتأثر على توفر عنصر الزنك. كمان في عندنا زيادة التسميد بالفوسفور بيؤدي إلى ظهور أعراض نقص عنصر الزنك. كذلك في عندنا إذا كان الجو بارد أو في عندنا تربة فيها زيادة ري، كمان بتعاني من النبات بيعاني من نقص في عنصر الزنك. هاي كلها من العوامل اللي بتأثر على عنصر الزنك. هون بنشوف درجة البي اتش، يعني عنصر الزنك إذا كان درجة البي اتش أقل من 7 بيصبح لنا عنصر موفر بالنسبة للنبات، يستطيع النبات الاستفادة منه. على العكس كلما زادت درجة البي اتش كلما خف يعني توفر هذا العنصر، مثلا إذا كانت بين 7 و8 بيقل، إذا كانت أعلى من 8 الأراضي القلوية بيقل توفر عنصر الزنك بالنسبة للنبات، يصبح غير متاح على الرغم أنه موجود في بيئة الزراعة. طبعا من العوامل اللي بتأثر على تفريط عنصر الزنك هي الكائنات الدقيقة، وأعراض نقص عنصر الزنك ممكن يعني بنشوفها في حالة التسميد الزائد بالنسبة لعنصر الفوسفور أو بالأسمدة الفوسفورية. إذا الزنك بيتأثر بدرجة البي اتش ووجود عناصر غذائية أخرى مثل عنصر الفوسفور، في حال إضافته بكميات زائدة يؤدي إلى ظهور أعراض نقص عنصر الزنك، لأن الزنك الموجود في التربة يصبح غير متاح بالنسبة للنبات. كيف نحن ممكن نعالج هذا النقص؟ عن طريق إضافة كبريتات الزنك أو الزنك المخلبي، إما يضاف للتربة أو يرش بالنسبة للأوراق. هاي بالنسبة لعنصر الزنك. العنصر الأخير اليوم اللي احنا راح ندرسه هو عبارة عن عنصر المنغنيز. طبعا المنغنيز هو من العناصر أو من العناصر غير المتحركة واللي تظهر أعراض نقصه على الأوراق
الحديثة هو عنصر ضروري بالنسبة للنبات، له دور بتكوين يعني تكوين الكلوروفيل، بيدخل في تكوين العديد من الأنزيمات، يعتبر يعني منشط أنزيمي لعملية التنفس وتمثيل البروتينات، ويلعب دور في عملية تكوين هم الأنادول، أنادول أسيتيك أسيد بالنسبة للنبات، هو من العناصر المهمة بالنسبة للنبات، بيساعد بتكوين الكلوروفيل، بيأثر على في تركيب الأنزيمات، يعني له دور بتركيب الأنزيمات كمنشط أنزيمي في عملية التنفس وتمثيل البروتين، له دور في حمض الأنادول أسيتيك أسيد، وله دور في تكوين الأحماض النووية بالنسبة للنبات. من أعراض نقص هذا العنصر، طبعا احنا ذكرنا أنه هذا العنصر أعراض نقصه تظهر على الأوراق الحديثة، أعراض نقصه يعني تتشابه مع أعراض نقص المغنيسيوم، اصفرار، هي عبارة عن اصفرار عندنا ما بين الأوراق، ما بين العروق، اصفرار ما بين العروق، يعني تشبه المغنيسيوم، لكنها المغنيسيوم أعراض نقصه تظهر على الأوراق القديمة، أما المنغنيز تظهر أعراض نقصه على الأوراق الحديثة النمو، لأنه هو عنصر غير متحرك، هون تظهر أعراضه على الأوراق، المنغنيزيوم تظهر أعراض نقصه على الأوراق القديمة أو الأوراق المسنة، طبعا عبارة عن اصفرار ما بين العروق على صورة تبرقش يعني خفيف، هاي عبارة عن أعراض نقص عنصر المنغنيز. طبعا زيادة الإصابة أو أعراض النقص بيؤدي إلى ظهور بقع ميتة أو متحللة بالنسبة لي على الورقة. هلا هي الصورة يعني توضيحية، بتظهر عندنا مثلا هون عندنا الذرة، في عندنا هون فول الصويا، واضحة الصورة، يعني الاصفرار هون على شكل موجود ما بين العروق، هذا الاصفرار، وعلى بيكون على الأوراق الحديثة، لو هون نشوف الذرة الفول الصويا، هون فول الصويا واضحة، هون في عندنا مثلا في ورقة موجودة على اليسار الحرف الآ، هاي ورقة طبيعية يعني ما تعاني من نقص، على العكس من الأوراق الثانية الصور الثانية البي والسي والدي فيها يعني واضح الاصفرار ما بين العروق، فهذا الاصفرار، وعلى الأوراق الحديثة واضح أن الأوراق الحديثة فهذا عبارة عن نقص عنصر المنغنيز. هون في عندنا على هو دكتور نفس المغنيسيوم، تفضل، هو نفس المغنيسيوم، لا نفس في أعراض نقص المغنيسيوم نفس بين العروق نفس الأعراض، لكن الفرق مكان الإصابة فقط، إيه تمام. يعني المغنيسيوم بيظهر على الأوراق القديمة، ليست الأوراق السفلية تماما، لكن الأوراق الوسطى تقريبا، أما المنغنيز بيظهر على الأوراق الحديثة تماما. صح تمام دكتور. أيوة هذا هو الفرق، الفرق هو مكان الإصابة فقط، مكان ظهور العرض فقط لا غير. أي شفناها بالنسبة للذرة، هون كمان واضحة بالنسبة للبندورة، واضحة الإصابة، واضحة اللون الأصفر يعني ما بين موجود ما بين العروق، واضح هذا اللون. بالنسبة للعوامل اللي بتأثر على توفر هذا العنصر، طبعا عنصر المنغنيز، طبعا درجة البي اتش هي تعتبر من العوامل المهمة، يعني بتوفر إذا كان درجة البي اتش أقل من 6.5، وكلما زادت درجة البي اتش كلما انخفض يعني إتاحة هذا العنصر بالنسبة للنبات، زادت درجة البي اتش عن 7 بيصبح هون بيعاني النبات من نقص هذا العنصر، أفضل درجة بي اتش هي من بين 5.5 و 6.2. طبعا يمتاز على 3 صور، ثنائي وثلاثي ورباعي، لكن الصورة الثنائية هي الصورة اللي بيستفيد منها النبات وبتكون صالحة للامتصاص من قبل النبات. بالنسبة للترب، إذا كانت الترب هون في عندنا وضع عكسي، إذا كانت الترب رديئة ورديئة الصرف وترب حامضية، بيكون هون في عندنا عنصر المنغنيز متوفر بشدة بالنسبة للنبات، على العكس تماما من الأراضي تكون مهواة والأراضي القلوية بيصبح هذا العنصر غير مضمص، غير ميسر بالنسبة للنبات، لأنه يكون مضمص على حبيبات الطين أو حبيبات التربة، فبالتالي لا يستطيع أن يستفيد منه النبات، هذا بالنسبة لعنصر المنغنيز. طبعا العلاج هو إضافة سماد كبريتات المنغنيز للتربة أو بالنسبة للرش. طبعا هاي صورة تعبيرية عن النقص،
هذا العنصر. هون بنشوف الموجودة على اليمين إذا كانت درجة البي اتش أكبر من 7، وهي الأراضي القلوية إذا كانت مهواة، وأراضي قلوية وأراضي الرملية إذا كانت مهواة، فهون نعاني من نقص هذا العنصر، في عندنا نقص. على اليسار على العكس تماما، درجة البي اتش لما تكون أقل من 7، ولكن الأراضي بتكون يعني قذقة، إنه تكون يعني نسبة الماء فيها مرتفعة، فهون في عندنا مشكلة إنه بيمتص النبات هذا العنصر بكمية هائلة، وبتظهر أعراضه، أعراض زيادة هذا العنصر على النبات، طبعا راح تكون لها تأثير سلبي، لأنه الزيادة لها تأثير سلبي مثل النقص بالنسبة للنبات. هاي بالنسبة لي يعني الجزء اللي تكلمنا عنه اليوم، تكلمنا عن الكبريت، تكلمنا عن الحديد، تكلمنا عن النحاس، تكلمنا عن الزنك، وتكلمنا عن المنغنيز. بنشوف احنا مع بعض الصور التوضيحية بالأول، بنحاول نتذكر مع بعض الأعراض، كيف نحن لو شفنا العرض هذا نعرف أنه هو عبارة عن عرض نقص عنصر معين. مثلا هذا الصورة الأولى مثل ما تكلمنا، هذا عبارة عن عنصر، كبير. هذا عنصر الكبريت، وذكرنا أنه عنصر الكبريت هو من العناصر اللي غير متحركة، لكن الإصابة بتكون موجودة في الأوراق الوسطى، يعني مو الأوراق الحديثة تماما ولا الأوراق القديمة، وتظهر أعراض الإصابة له على شكل اصفرار ما بين العروق. ذكرنا أنه فيه مشكلة الكبريت، أن الإصابة أو النقص في هذا العنصر تشبه نقص عنصر الأزوت تماما، لكن الأزوت تكون على الأوراق القديمة، والكبريت بتكون هي الأوراق الوسطى، تمام؟ هي بتكون الأوراق الوسطى أو الأوراق يعني القريبة من الأوراق الحديثة، لكن ليست الموجودة في القمة تماما. هذا بالنسبة لعنصر الكبريت. العنصر الثاني اللي تكلمنا عنه اليوم اللي هو عبارة عن عنصر الحديد. هون عنصر الحديد شو ذكرنا؟ بيظهر بالنسبة على القمة النامي واصفرار بين العروق إذا بالنسبة أمراض لعنصر حديثة. عنصر الحديد هو من العناصر يعني اللي بتظهر أعراض الإصابة على الأوراق الحديثة، تمام؟ وفي عندنا اصفرار ما بين العروق، هاي نشوف الاصفرار واضح ما بين العروق وعلى الأوراق الحديثة، تمام؟ هون واضحة الصورة، هاي الأوراق السفلية شايفينها على الصورة الموجودة على اليمين، الأوراق السفلية لونها أصفر تقريبا، والأوراق العلوية فيها الاصفرار ما بين العروق. النوع هاي كمان هون واضحة على البندورة. لو على العنصر الثالث هو عنصر النحاس، بنشوف الصورة تبعيته. طبعا عنصر النحاس مع الأسف ما توفرت غير هاي الصورة، يعني عنصر النحاس هو من العناصر اللي أعراض النقص تكون موجودة في المنطقة الوسطى، على الأوراق الموجودة في المنطقة الوسطى تكون أعراض عبارة عن اصفرار والتفاف، يعني تجعد حافة الورقة، ولونها بيكون لون أخضر باهت، هاي بالنسبة للنحاس. العنصر اللي بعده نحن تكلمنا عن عنصر الزنك، بنشوف أعراض النقص على عنصر الزنك. طبعا عنصر الزنك هي عنصر واضح تماما، تظهر أعراض نقصه على الأوراق الحديثة، ويعني لون أصفر شاحب للبياض، يعني فهون هذا مباشرة هذا الزنك واضح جدا، يعني الزنك اعتقد ما فيه اشكاليه. يعني العنصر الاخير وهو عباره عن عنصر المنغنيز، هو المنغنيز طبعا من العناصر اللي كمان تظهر اعراض الاصابه على الاوراق الحديثه، وعندنا كمان اصفرار ما بين ايش العروق. هلا شو لاحظنا نحن اصفرار ما بين العروق اليوم يا شباب؟ في اخذنا عنصرين، في عندنا اصفرار ما بين العروق، الحديد والمنجم أخذنا كمان الكبريت، أخذنا الكبريت وأخذنا الحديد وأخذنا المنغنيز، شو الفرق بيناتهم؟ هلا عندنا الحديد الأوراق الحديثة الحديد والمنغنيز على إيش؟ على الحديثة الأوراق والكبريت على الحديثة، المتوسطة تماما. الكبريت على الكبريت على الوسطى. الكبريت على الاوراق الوسطى، فهاي نحن ممكن نحن نميزها، معناته نحن خلونا نشوف مع بعض الفرق ما بين المنغنيز والحديد. هاي المنغنيز يا شباب شايفينها مع بعض، هاي المنغنيز، خلونا نروح نشوف الحديد، نشوف كيف هي اعراض الاصابه على الحديد.
هاي أعراض الإصابة على الحديد؟ أعتقد يعني إلى حد ما في فرق، صح ولا لا؟ هو اكثر يعني يعني هون بالحديد لو لاحظين يا شباب، بالحديد الاصفرار في مناطق ومناطق، يعني مو موزع على الورقة نعم بشكل كامل. لو نلاحظ الورقة متصل الصفرية، متصل اكثر من المنغنيز الاصفرار. شوف لو نشوف الاصفرار، شوف بين الحديد هون الاصفرار، لاحظ انه موجود على شكل بقع، يعني موجود هون وهون وهون، تمام. وحتى لو نلاحظ ورقة الذرة فيها مثل التفاف، هون لاحظ ورقة الذرة. لو بدنا نروح مباشرة على المنغنيز، بنشوف عنصر المنغنيز، بنشوف الورقة كيف أعراض الإصابة عليها. هون لو شوف المنغنيز يا شباب، المنغنيز الورقة ما فيها أي التفاف أو تجعد، تمام، والإصفرار على طول الورقة، يعني مو على شكل بقع مثل الحديد اللي شفناها قبل قليل. يعني مثل هاي الورقة، هاي واضحة، أعتقد هاي الورقة هاي واضحة. هنا ما في تقطع. نعم ما في تقطع، فهذا الفرق ما بين الحديد والمنغنيز. طبعا الكبريت مثل ما ذكرنا انه في فرق بالمكان، صحيح نفس اعراض الاصابه لكن المكان بدل الاوراق الحديثه موجوده في متوسطة. الورقه الكبيره، يعني ليست السفليه تماما، هي الورقه الوسطى يعني بالنسبه للنبات. هلا نحن راح يفصل معانا الرابط، لكن راح نعاود مره ثانيه، راح نحكي بس بعشر دقائق نحكي عن الأبحاث، وبدي أعرف مين منكم راح يكون جاهز، مشان إذا حدا جاهز نبدأ نعرض بداية من الدروس القادمة. الآن إحنا يعني بإذن الله بناء على هذا بنكون أنهينا محاضرة اليوم، فقط نتكلم فقط على الجزء الباقي، لما ناخذ 10 دقائق فقط نتكلم عن المطلوب منكم شو تعملوا بالنسبة لحلقات الباقي.